ونروح سريعا لزميلتنا روزان نصر من اهلي التجمع نتعرف منها على اخر الاجواء هناك ايه. مساء الخير يا روزان. برحب بيك كابتن ايمن وبرحب طبعا بكل مشاهدينا مشاهدين قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم اكيد مهم لينا كلنا الحقيقه لكل جماهير النادي الاهلي كمان في كل مكان ولجماهير طبعا يعني ومحبين الكره المصريه كمان. خليني اقول لحضراتكم ان انا موجوده حاليا في فرع القاهره الجديده لطبعا نقل اجواء ما قبل مباراه القمه ما بين النادي الاهلي والزمالك في الدوري المصري. يعني خليني اقول اجواء النادي هنا الفرع الحقيقه ممتعه جدا ورائعة جدا. طبعا الأعضاء ليست مكتملة حاليا، العدد ليس كامل بسبب أكيد أن لسه المباراة يعني في 8:30، ولكن يعني خليني أقول المتواجدين هنا لاحظت كل جميع الأعمار السنية في كل مكان سواء كبار السن أو الشباب أو كمان الأطفال، وكلهم الحقيقة متواجدين لتشجيع ودعم النادي الأهلي في مباراة اليوم. الكل طبعا لابس تيشرت النادي الأهلي، الكل بيشجع وبيدعم النادي الأهلي طبعا يعني كالعادة. الكل كمان يمكن في فئة كده مش شغاله كمان اغاني لدعم النادي الاهلي وتشجيعه في مباراه اليوم. طبعا كلنا مستنيين طبعا شاشات العرض الرئيسيه اللي هتكون متواجده قبل المباراه يمكن يعني بساعات قليله. اكيد بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراه النهارده. يعني استاد القاهره مليان بالجماهير واكيد الفروع لنادي الاهلي كمان مليانه بالاعضاء لتشجيع النادي الاهلي اليوم. رجال الامن الحقيقه كمان يعني متواجدين في كل مكان لتنظيم اي تزاحم ممكن يكون في فرع القاهره الجديده. والحقيقه يعني الاجواء كابتن ايمن زي ما حضرتك شايف يعني من خلفي اجواء ممتعه جدا، ويمكن المكان هنا كمان مشجع جدا لمشاهده المباراه. دي كانت ابرز واهم يعني الاخبار والاجواء اللي معايا النهارده من فرع القاهره الجديده. بشكرك كابتن ايمن وان شاء الله نرجع لك بعد المباراه للاحتفال بالفوز مع حضرتك ومع المشاهدين جميعا. شكرا جزيلا زميلة العزيزه روزان نصر والزميلات الاعزاء جميعا.